يمكن زي ما شاهدنا هذا التقرير عن او تحت عنوان هنبنيه، وهذا الهاشتاج اللي يمكن هو اصبح شعار اخر للثوره السودانيه التي نجحت بكل المقاييس، وتحت مفهوم هنبنيه ويمكن واحده من الاشياء المهمه جدا في بلادنا الجامعات. واليوم هنتكلم عن واحده من الجامعات العتيقه، صرح عتيق جدا في بلاد الخرطوم في السودان عموم، جامعه القران الكريم، واحده من الجامعات العتيقه اللي كل الطلاب بيحلموا بانه في يوم من الايام ينضموا اليها ويتعلموا منها وينهلوا من التعليم حتى يصبحوا قادة ويصبحوا لهم كيانات مختلفة في البلاد. ونرجع تاني لمفهوم نبنيه عشان ما يبنوا بلدهم السودان. داخل الاستوديو معنا البروفيسور عمر السيد مدير جامعة القرآن الكريم. أنا مرحب بك بروفيسور، صباح الخير عليك. صباح النور، أهلا بك. أهلا بكم، الحمد لله. الحمد لله. بروفيسور، احنا عايزين نتكلم بدءا عن احنا زي ما ذكرت انه جامعه القران الكريم هي صرح عتيق يعني ومعروف جدا وله اسمه يعني وشهاده معترف بها عالميا ومحليا. عايزين نعرف النشاه والتطور بالنسبه لجامعه القران الكريم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الانسان ما لم يعلم، صانع اللغه الاولى جعل اللغه العربيه وعاء لكلماته لتصبح المكان الوحيد الذي يلتقي فيه حدث الله بألفاظ البشر. صلى وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله الذي حر العلم من قيده الزماني بقوله تعلم من اللحد إلى اللحد، والذي حر العلم من قيده النوعي بقوله صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن أين وجدها فهو أحق بها، والذي حر العلم من قيده المكاني بقوله أطلب العلم لو في الصين، والذي ربط بين العلم والحرية حين جعل فك أسارى بدر أن يعلم كل منهم 10 بأبناء المسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الأخير الذي يتحدث عن الحرية لا بد ونحن في هذه الأيام أن نستشرف أعياد الثورة وأعياد الاستقلال. نسأل الله سبحانه وتعالى لشهداء الاستقلال من لدنا كورتي إلى شندي إلى أبواب سنار إلى تحرير الخرطوم إلى كرري لهم الرحمة، ولشهداء ثورة ديسمبر لهم الرحمة والمغفرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل المصابين شفاء لا يغادر سقما، وأن يقر أعيننا برجوع من فقدنا من أبنائنا. جامعة القرآن الكريم نشأت في بداية الستينات، كانت هي عبارة كانت معاهد طبعا معهد الخرطوم معهد الدرمان العلمي، والرئيس نميري آنئذ استقطع أو أهدى منطقة مسجد النيلين لهذه الجامعة، أسست فيها 3 كليات، كلية الشريعة وكلية القرآن الكريم وكلية اللغة العربية، وكانت البدايات على يد الدكتور يوسف العالم، ثم جاء بعده الدكتور الأزرق، ثم أحمد علي الإمام الذي بدأت النشأة لجامعة ضخمة عام 1990. هذه الجامعة فيها حوالي 9 مجمعات في ولاية الخرطوم. المجمع الأول هو مجمع الإدارة، ومجمع كلية القرآن الكريم، ومجمع الدراسات العليا، ومجمع الإدارات المساندة هذا في مسجد النيلين، ثم مجمع المؤتمر فيه إدارات مساندة مثل شؤون الأفراد وقبول والتسجيل ومركز البحوث الدراسات القرآنية، في مجمع الطالبات ألف في بوابة عبد الغيوم، ومجمع الطالبات باء أيضا، ثم المجمع الرئيس هو في منطقة الثورة. الجامعة تشمل، وهناك مجمعات أيضا في بحري، مجمع البحث العلمي في بحري، ومجمع الدراسات التنمية القدرات في الخرطوم. هذه مجمعات حوالي 9 مجمعات داخل بلاد الخرطوم. هذه الجامعة يعني بها حوالي 30,000 طالب وينيف، هذا على مستوى البكالوريوس، و2000 طالب على مستوى الدراسات العليا، وبها كليات تطبيقية وكليات إنسانية. هناك 23 كلية، 11 كلية هي عبارة عن الاقتصاد والإدارة والحاسوب واللغات والألسن والتربية، غير كلية القرآن الكريم وكلية ما يسمى أو كلية الشريعة. والجامعة تتميز بكليات ما يسمى بكليات المجتمع، فيها حوالي 18 كلية، هذه الكليات تتوزع في السودان، بل هناك أفرع للجامعة في 4 كليات في الأبيض، في كردفان،
وثلاث كليات ايضا مجمع الجامعه في بورسودان، وايضا كليات بدنقلة هناك، كليات المجتمع تتوزع في كل اصقاع السودان حوالي 13 كليه مجتمع، من الفاشر والجنينه والسينكات وهمشكوريب ومعتوق ودنقل العجوز ودنقل المدينه وهكذا. الجامعه لها مراكز ايضا خارج السودان هي مرتبطه بها، هناك مركز اللغه العربيه في جامعه اولو في اندونيسيا، جامعه مسؤوله عن المناهج والتدريس، ايضا الجامعه مسؤول ايضا الكليه في كليه جامعه المستقبل في كينيا. هل في كليات اضافيه؟ احنا بنتكلم عن كليات مستمره، عن صرح عتيق بدون عدد من الطلاب يعني. كليات الكليات الاضافيه وجامعه من الستينات، هل في كليات اضافيه الان لهذا الصرح؟ الان نحن الان في المجمع التاسع الان هو مجمع كليات الدراسات التطبيقيه، هذا المجمع في منطقه الصالحه حوالي 250 فدان، الان فيه المستشفى الجامعي وكليات التطبيقيه من الطب والعلوم الصحيه و يعني، وهناك محسن كويتي ابو فواز هو الذي تبرع ببناء كليه الطب، وهناك ايضا في منطقه صالحه الصالحه، وهناك ايضا مستشفى الجامعي هذه على نظام البوت ستنفذه الان شركه كوريه على نظام البوت، هذا هو المستقبل الذي. نعم نتكلم عن صرح كبير جدا زي ما ذكرت، نتكلم عن جامعه بتضم اكثر من 30 الف طالب على مستوى البكالوريوس، بتضم اكثر من 2000 طالب ايضا، لها عدد من المجمعات المختلفه في ولايه الخرطوم وخارج ولايه الخرطوم. طيب بما ان ذكرنا العدد الكبير ده من الطلاب، نتكلم عن الاوضاع، اوضاع الطلاب تحديدا بالنسبه للطلاب من ناحيه السكن والدراسه. نعم الان نحن على مشارف بداية يعني بدأت الدراسة في كل المراحل قبل 3 أيام، الحمد لله ما في أي ما يعكر الصفوف هذه. الإشكالية كانت تكمن في قضية تسكين طلاب، والحمد لله قبل في شهر ونص بدأنا، لأن الطلاب لما حصل أن أقفلت الجامعات لم يمتحنوا، فامتحن كل طلاب الجامعة، الامتحانات كانت استمرت حوالي شهر، انتهت الاسبوع المضى وديناهم اجازه زي اسبوع، والان نزل لهم 3 أيام بداوا بدراسه البكالوريوس دي على مستوى البكالوريوس. اما الدراسات الجامعيه الاخرى الاضافيه في كليه المجتمع والدراسات العليا هي مستمره، اما طلاب البكالوريوس هناك في اشكاليات في السكن. الان عندنا خطط اسعافيه بدانا فيها ان شاء الله، والحمد لله بالنسبه لتسكين السنه الاولى بعض المحسنين يعني في مجمع الشيخ الصادق الصايم عند يعني سكن حوالي 180 طالب الطلاب الجدد، وايضا صندوق الطلاب حاول ان يعني زي ما بيقولوا هن يضاير بعض الاماكن لخروج. الان يعني هناك في مشكله بسيطه بالنسبه للسكن، يمكن لانه عدد كبير يعني. ايوه طبعا. بالنسبه لاسباب تتعلق بالغذاءات واحتياجات الطلاب على هذا النحو، والان نحن الان يعني يمكن الوجبه من 25 الان دعمناها الى 15، ووفرنا لهم المجمعات التي خارج المراكز بعيده شويه، وفرنا لهم مواصلات يعني كل راس ساعه يكون في باصات تتحرك من القاعات الى الجامعه. دي ما يميزها دون الجامعات الاخرى ان يكاد يكون الطالبات والطلبه هم 50% 50%، يعني لو لاحظ ايوه مساويين، لو لاحظ كل الجامعات الاخرى الطالبات اغلبيه، هذا على مستوى العالم العربي. نعم. وهذه مشكلة ينبغي أن ينظر إليها طبعا أخواننا في أمور التسجيل يشوف المسألة دي. هي دي مرتبطة بأمور التسجيل ولا صدفة؟ والله أبدا، هي طبعا البنات أوريدي هم طبعا ظروفهم الأكاديمية أحسن للاستقرار، عشان كده بكونوا هم بيجيبوا نتائج أعلى، وشيء طبيعي يكونوا هم الأكثر يعني في كليات يعني. جميل. اتكلمنا عن أوضاع الطلاب يعني وعلى خطى إنه يكون في تحسين أفضل في الأيام المقبلة بالنسبة للسكن للطلاب عشان يكونوا مرتاحين تماما للدراسة. نتكلم عن أوضاع الأساتذة، هذا الكيان يعني والمعلم ودوره الفاعل في المجتمع. نحن مش الأساتذة يعني التارجت، الخطة حقت الجامعة نبدأ حتى بالقوى المساندة أساسا والموظفين والعمال، هذه الأهم، كل العاملين في يعني نحن على هذا المستوى يعني يمكن يعني في
انا لا اتكلم عني عشان ما اسبب مشكله اخواننا في الجامعات الاخرى. انا الان يعني يمكن يكون رفعت بدل السكن بالنسبه للموظفين والعمال وبدل الوجبه الى مبالغ مهوله، يعني من 60 جنيه ل 400 بدل الوجبه، وبدل السكن من 40 50 جنيه ل 500 للموظفين والعمال. اما بالنسبه للاساتذه، نحن الان ان شاء الله بصدد عندنا مساحات مهوله، بصدد ان نلتقي ببيوت خبره وبنوك ان شاء الله لبناء ابراج سكن الاساتذه اساسا. والان ان شاء الله يعني هناك في توجهات من التعليم العالي قضيه تاهيل الاساتذه نفسهم وقضيه التبادل بين الجامعات الاخرى خارج السودان ايضا في عمل التدريس والتدريب اساسا، دي مهمه جدا بالنسبه للاساتذه، لانه جد صراحه يعني اساتذه الجامعات ينقصهم التدريب خارج يعني جامعاتهم خارج جامعاتهم. و يعني ليس انا استغرب طالب يتخرج من جامعه والماجستير من هذه الجامعه والدكتوراه من هذه الجامعه، هذه مشكله كبيره صراحه، لانه لا بد من تبادل الخبرات، لا بد ان يخرج هؤلاء الاساتذه برا، لازم لا بد من 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 من, من, من الاجازات السمتيه للاساتذه خارج الجامعه، ولا بد من 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 التبادل الاكاديمي بين الجامعات. ونحن الان يعني الجامعه عندها شراكات اقليميه ودوليه مهوله على فكره بالنسبه للجامعات العالميه والاقليميه. جميل. في هذا المجال. طيب نتكلم عن الشراكات البحثيه. ايوه. للجامعه سواء كان اقليميه او حتى يعني نعم. دوليه. يعني انا سأبجأ المشاهد بأن جامعه القران الكريم لها حوالي اتفاقات ثقافيه واكاديميه واداريه مع 38 جامعه ومركز في اندونيسيا فقط.